السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض النهاردة نشوف طبقنا شيش طاووق. تعالوا بقى مع بعض النهاردة نشوف الطبق بتاعنا اهو. ده شيش طاووق معمول من البانيه نص كيلو، عمل معايا كمية جميلة دي، يعني كمية مش بطالة. هنعمله من غير زيت كتير وبطريقة سهلة، وشكل طبعا بيفتح النفس، وتحطي معاها السلطات اللي تعجبك والأكلة اللي تعجبك. ممكن تمشي معاها رز، وممكن يمشي معاها مكرونة، بيمشي معاها حاجات كتير قوي يعني الصراحة. تعالي بقى نشوف النهاردة الطريقة بتاعته، شايفة قد ايه هو جميل ما شاء الله، وطلع حلو قوي، ومبين عليه ان هو مش مفيهوش دهون كتير ولا زيت كتير قوي. يعني هنعمله في الشواية تحت في الفرن بتاعنا. وما تنسيش اللايك والاشتراك لو انت اول مرة تشوفي القناة. طبعا انا بشكر جدا كل الناس اللي سألوا عليا وبقول لهم ميرسي. وتعالوا بقى نشوف، معانا هنا نص كيلو من البانيه، ومعانا بصلاية مقطعة زي ما انت شايفة كده مكعبات، وزيها من الطماطم، وبرضو 2 3 كده من الفلفل الرومي، وهنقلبهم كده على بعض. شايفة انا كده مقطعهم مش كبير ومش صغير. معنا النص كيلو البانيه برضو قطعناه مكعبات زي ما انت شايفة كده. هنحط حاجات بسيطة جدا ومن غير زبادي ولا اي حاجة. تعالى اقولك هنعمله ازاي. اول حاجة بقى هنجيب الخضار بتاعنا دوت، وهنحطه في بولة. انا جربت اعمله قبل كده على الطاسة، بس خد مني زيت كتير فما عجبنيش. ولما عملته المرة دي كده في تحت الشواية طلع جميل جدا وعجبني، وقلت لازم اعمله لحبايبي. هنجيب كده معلقة صغيرة، معلقة الشاي، وهنحط الملح والفلفل والبهارات، 7 بهارات طبعا بتوعنا اساسي، وهنحط توم باودر وبصل باودر. ولو مش حابة خلاص تقدر تستغني عنهم. وحطينا هنا طبعا الكركم والكاري. الكركم هنا اساسي يا بنات عشان خاطر يديله اللون الاصفر الجميل بتاعنا ده. وحطينا هنا كمان حبة كده او معلقة كبيرة من القشطة بتاعت اللبن، مش لازم تشتري يعني العلبة ولا حاجة. وحطيت كمان فنجان من اللبن، فنجان صغير بتاع القهوة. وهنقلبهم، وهبدأ ان انا احط الشيش طاووق بتاعنا. هنحط قطعة من البانيه، وهنحط بقى مرة بصلاية ومرة طماطماية ومرة فلفلية بالشكل ده كده بالترتيب، يعني عشان يطلع كله بالشكل اللي انت شايفاه ده. ده كده طبعا هو هني لسه، ده كده شكله بعد ما خلاص طلع معانا. يا رب النهاردة الفيديو بتاعنا يعجبكو، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك.